مرة واحد قال لي هلا ما سمعتك سبيت حافظ اسد، ليه سبه انا؟ سبه انت يا اخي، بالضروره انا سبه، سبه انت اذا بدك تطفل منك له. اما والله انا لا اذم ولا اسب ولا اشتم، انا بقول هذا خطا وهذا صواب. كمان يجب ان لا اعمى، لا اعمى عن ما هو بذره خير، وفي الشخصي مش بالعام، عم بحكي في الشخصي. يعني انا جابتني الظروف والقدر، والله تعالى قدر بان اكون في قريب من الرئيس، مش حدا حيقول للرئيس انا ذاك ما بقبل وما بجي لعندك، ولا لا حدا يكذب ولا حدا يزاود علي. كانوا الناس يتقربوا من سائق المساعد الاول في المخابرات، فاذا صح له يشوف حلاق المعلم اللي هو عميد ولا عقيد، يروح يزهو امام بيت حماه، والله امبارحه تعرفت حلاق المعلم.